كانت نهايته في مكان التصوير، مثل مشهد بيساوي كل ما تم إنتاجه في السينما المصرية وسط دهشة الجميع. محمود المليجي حب الفن من وهو صغير، وكان أمله أنه يخش عالم التمثيل والفن، علشان كده قرر أنه يلتحق بمدرسة الخديوي الثانوية بعد ما عرف أن إدارة المدرسة بتشجع التلاميذ على التمثيل. وبالفعل تم انضمامه للمدرسة وقدر أنه يتعلم التمثيل على يد مجموعة كبيرة جدا من الفنانين في الوقت ده. والفنانين دول هم الفنان جورج أبيض وكمان أحمد علام، وفرقة المدرسة كانت بداية لدخوله عالم الفن. وفي المدرسة قدر ان هو يتتلمذ على يد عزيز عيد اللي كان بيمثل لمحمود المليجي مثله الأعلى في الإخراج والتمثيل كمان، وكان بيعتبره قدوة مهمة جدا في حياته الفنية وكمان الشخصية. لكن كانت الصدمة اللي كلنا ما نعرفهاش هو رد فعل عزيز عيد على أداء محمود المليجي أول ما شافه، وكمان قرر إنه يشتغل قدامه. وده كان بالنسبة لمحمود المليجي مفاجأة مش لينا احنا بس. وكان رأي عزيز عيد في محمود المليجي النكران والذم، لدرجة انه نصحه بالابتعاد عن التمثيل والفن والبحث عن وظيفة تانية. وكانت الكلمات دي كانت قاسية جدا على محمود المليجي، لكن ما منعتهوش من التمثيل، لا ده كمان حفزته. بالنسبة لي كان تحفيز. وبعد فترة من الوقت عرف محمود المليجي ان الكلام عزيز عيد ما كانش بين هو بيكسر مقاديف، ده كان الهدف من الكلام عدم اصابته بالغرور، لانه كان مؤمن جدا بمحمود المليجي وبموهبته وكان بيحفزه للتقدم. ولما اشتغل وبدأ في التمثيل بعد عن الفرقة المسرحية للمدرسة، واتعرض عليه في الوقت ده كانت فاطمة رشدي انها ينضم لفرقتها المسرحية مقابل راتب مغري جدا، كان 4 جنيه في الوقت ده، وشارك معها في عدد كبير من المسرحيات لحد ما بدأت مسيرته الفنية في عالم السينما مع الفنانة كمان فاطمة رشدي. وكان أول فيلم ليه هو فيلم الزواج، اللي للأسف ما حققش أي إيرادات في شباك السينما، واللي أدى فيه دور لكن للأسف فشل الفيلم. وبعد العمل في المسرح فترة، وبعد فشل الفيلم السينمائي اللي رشحه المخرج إبراهيم لاما للعمل معاه في فيلم قيس وليلى سنة 1939، وبعدها برع محمود المليجي في دور الرجل الشرير اللي اشتهر بيه في الوسط الفني. مان اللي ما نعرفوش ان كان في تناغم وانسجام بينه وبين الشاشة فريد شوقي، وده خلاهم يبدعوا في الأفلام كتير جدا اللي قدموها مع بعض. ومن أشهر الأفلام دي أبو الذهب وفتوة الحسنية والنمرود والفتوة وأبو حديد وسوق السلاح، وعدد كبير جدا من الأفلام اللي اشتهروا بيها هم الاتنين وأبدعوا كمان، وغيرهم من الأفلام الناجحة جدا اللي أبدعوا فيها. وكان محمود المليجي وفريد شوقي وأبطال تانية كتير جدا قدموا دور الشرير واشتهروا بيهم في السينما المصرية ونجحوا. وفي سنة 1970 حدث لي نقلة كبيرة جدا في حياته بعد ما رشحه المخرج الكبير يوسف شاهين للتمثيل معاه في فيلم الأرض. وطبعا احنا عارفين ان فيلم الأرض ده كان فيلم مشهور جدا ونجح نجاح ساحق، وخصوصا بعد معرفة الجمهور برفضه لوجود دوبلير للمشهد الشهير اللي كان فيه بيسحلوه على الأرض. وكان فضل محمود المليجي التمسك بجذورها. وبعد نجاح الفيلم ده شارك محمود المليجي ويوسف شاهين في عدد كبير جدا من الأفلام زي اسكندرية ليه والعصفورة وحدوتة مصرية. أما عن حياته الشخصية وانتقالا لحياته الشخصية، فكان الفنان محمود المليجي تزوج من الفنانة علوية جميل وحب بعض جدا، وكمان اتقربوا من بعض في فترة طويلة، بس كان في النهاية كان في حب وكان في تبادل ما بينهم.
وما كانش عارف ان احساسه تجاهها هو مشاعر حب بس، لا وعاطفة، ده كان كمان مشاعر امومة. لكنه استمر الزواج ده، وعلى الرغم من سيطرتها الكاملة عليه وتحكمها في كل شيء حياته، وبالرغم من شهرته الشخصية الشريرة على شاشة السينما، الا انه كان معروف بالضعف الشديد لشخصيته امام الفنانة علوية جميل اللي هي كانت زوجته. في سنة 1963 قرر الفنان محمود المليجي انه يتزوج في السر، وتزوج من درية احمد زميلته في فرقة اسماعيل ياسين، وكان بيحبها حب جديد. ولكن بعد ما عرفت علوية جميل الزيجة دي اجبرته على ان هو يطلقها بعد سنة واحدة من الزواج. وما اكتفتش على كده، لا ده كمان قررت انها تخلي اسماعيل ياسين يطردها من الفرقة علشان يرضي علوية جميل. اما زوجته من الفنانة سناء يونس، فاعترفت الفنانة سناء يونس انها كانت متزوجة في السر من الفنان محمود المليجي، بس اعترفت بكده بعد وفاة محمود المليجي لانها كانت خايفة على مشاعر زوجته الاولى اللي هي علوية جميل. أما القصة الغريبة اللي هو حكاها عن شقيقته، قال إن أنا دفنت شقيقتي حية، فبعد ما وفاة شقيقته واكتشف بعد فترة كان في أحد أفراد العيلة اتوفى، ولما جم يدفنوه لقوا شقيقة الفنان محمود المليجي مش موجودة في مكانها، وغيرت المكان اللي كانت فيه، وده كان دليل إنها فعلا اتدفنت وهي حية. وطبعا قال الفنان محمود المليجي ان ده طبعا كان حاجة غريبة بالنسبة له ومؤلمة جدا لما اكتشف الموضوع ده. اما عن اغرب شيء كمان في حياته، وهو ممات الفنان محمود المليجي، انه اتحول التمثيل لحقيقة، وده حصل لما كان بيصور فيلم ايوب. والمثير للدهشة انه اتوفى بالفعل وما قامش بعدها، وان المشهد اتحول من تمثيل لحقيقة، وده كان سبب دهشة للجميع أثناء اللحظات الأخيرة في حياة الفنان محمود المليجي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، وكانت بناء على رغبات حضراتكم ان احنا نكمل مسيرة الفنان محمود المليجي ونتكلم عنه باستفاضة. وبكده تكون خلصت حلقتنا، ونرجو من حضراتكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعموني بلايك وكمان اشتراك في القناة، ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة. وكمان ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات تقولولي مين الفنان او الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية معنا في الحلقة اللي جاية. وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لينا في القناة، جزاكم الله عنا كل خير. وكمان بأكد لحضراتكم ان كل كومنت بتكتبوه وطلب بتطلبوه احنا بنحققه لحضراتكم، بس ياريت تستمروا في دعمكم لينا للقناة، وياريت ما تنسونيش باللايك.